ينضم إلينا من العاصمة تونس المخرج حاتم دربال. أهلا بيك، كل سنة وانت طيب. وبعد التحية أستاذ حاتم، نهنيك طبعا لفوز المسرحية التونسية شوق بذهبية مهرجان المسرح الحر الدولي. في البداية حدثنا عن الجائزة والتكريم. أهلا وسهلا، عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير. سعداء جدا بالحصول على ذهبية مهرجان الحر بالأردن. طبعا هذه فرص جميلة جدا حتى نلتقي بمختلف تجارب المسرحية في العالم العربي، والمهرجانات هذه فرصة لتقييم المنجز المسرحي العربي، وفرصة أيضا لتبادل الخبرات والتلاقي والتقابل مع أجيال من المسرحيين ونقاد ويعني باحثين. سعداء جدا بهذا التكوين. يعني المسرحية التونسية شوق، هل هي فعلا مقتبسة من نص أصلي للكاتب الفرنسي المعاصر جان لوك لاغراس، وما أضيف إليها؟ نعم، بالنسبة لنص المسرحية، الفكرة هي اقتبست، أو الفكرة المركزية من خلال النص الفرنسي، لكن هي كتابة جماعية، هي مراوحة بين المنصة مع الممثلين والطاولة، فكان في شكل ورشة، يعني ورشة بحث وورشة عمل. وجاءت هذه المسرحية بعد ما عشناه من ظروف في كورونا تحديداً، وأيضا فقدنا بعض الأعزاء والأحباء، فهو شوق لكل من قدرونا من العائلة البيولوجية ولكن أيضا من العائلة الفنية. فالموضوعان أو الموضوعين الأساسيين للمسرحية هما العائلة والموت. أحداث المسرحية هو تبدأ رجوع الابن الأكبر بمنزل العائلة بعد غياب طويل، حتى يعلمهم بمرضه وقرب موعد وفاته حسب الأطباء، لكن مع الأسف لن يستطيع إبلاغهم هذه المعلومات المهمة، لأنه ستطفو على سطح الأحداث، يعني سيلقي الماضي بدلاله، ومن أزمة لأزمة حول مسألة التواصل الأسري والتفكك. فهذا الرجوع هو رجوع كاتب وكاتب مسرحي حتى يعلن وفاته، وهو أيضا يعني موت الكاتب المسرحي أو قرب موت الكاتب المسرحي تقريبا. هذه خرافة المسرحية وجاءت في ظل ما عشناه السنتين الأخيرتين. البعض يقول أن مسرحية شوق، هذا العمل المسرحي الذي يركز على فكرة الفقدان، هو مستوحى من تجربة ذاتية لك، ما مدى صحة ذلك؟ هل تحدثنا عن الموضوع؟ نعم، بعد مرضي في فترة الكورونا ودخولي المستشفى، فالمسرحية استفادت جداً من هذه الأصوات والصور اللي عشتها في العناية المركزة وفي المستشفى، فهناك العديد من الجوانب الذاتية للقيام بهذه المغامرة. لما التقيت بالأصدقاء ويعني الممثلين وأيضا جهة الإنتاج ومركز الفنون الدرامية بن عروس، يعني حاولت قدر الإمكان أن نبلغ كل هذه التفاصيل وهذه العوالم والمناخات والتداخل بين الأزمة والصور. فجاء العمل المسرحي يعني يترجم كل هذه المناخات، وهو في الأخير إخراج الذات، يعني عملية يعني التركيز على الجوانب الذاتية هذه، وسرد أحداث تتداخل فيها الأزمة، وهذا ما أضفى للعمل خصوصية، وهي التداخل والقفز بين أزمة متعددة، وتداخل بين هذه الأزمة، فالماضي والحاضر والمستقبل هم يعني يتداخلون، وللمتفرج في النهاية تركيب الأحداث حسب تواترها وحسب منطقة وفهم الخرافة يتم في الأخير، يعني لأنه عبر كل ردهات المسرحية كان هناك هذا التداخل والذهاب والسفر بين
أزمنة متعددة. يعني أستاذ حاتم، المسرح التونسي الفترة الأخيرة بيعيش حالة من الازدهار الفني، ما رأيك بهيدي العوامل الرئيسية اللي بتوقف خلف هذا الرواج؟ نعم، بالنسبة للمسرح التونسي هناك يعني تجارب متعددة، هناك مسارات متعددة، ونستفيد من هذا التوق وهذه الإمكانية حتى نعكس طموحنا، طموح الشعب التونسي، ومن خلاله أيضا طموحنا في التلاقي وأيضا بناء هذا المشروع المهم جدا، وهو كيف يمكن أن نعيش معا، كيف يمكن أن نتطور، وكيف يمكن الذهاب إلى يعني تطلعاتنا، وذلك من خلال تركيز وبناء هذه النواة الأساسية وهي العائلة. الأسرة هي منبت هذا الوعي الأول، وهي الحافة، وهي الحاضنة. ومن خلال ما عشناه في الجائحة هناك رجوع مهم وكبير لهذه النواة الأساسية، وهي يعني ركيزة كل المجتمع. صحيح، يعني نشكرك جدا المخرج التونسي حاتم دربال، ونجدد المباركة لك على المسرحية. كنت معنا من تونس.